السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي ندوي لكم على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا ويعني خطير بالنسبة للقنوات المغربية. بالنسبة للقنوات ديال الشباب اللي تيديروا المحتوى في المغرب، ما عليناش. هذا الموضوع هذا هو الفي بي ان. شنو هو الفي بي ان؟ هادشي اللي غادي ندير لكم في هاد لا فيديو هادي. شكون هو هاد الفي بي ان هذا وكيفاش تيخدموا فيه، واش حلال ولا حرام، يعني الارباح اللي كتربح من هذاك الشيء، من هذاك الفي بي ان، واش حلال ولا حرام الى غير ذلك. يعني موضوع يجبد موضوع حتى نفاري معكم يعني جميع المعلومات اللي خصكم تعرفوها. ما عليناش، نبداو على بركه الله، ما نطولش عليكم. الفي بي ان، شكون هو الفي بي ان؟ الفي بي ان بكل بساطة هو واحد الثغرة، هو واحد التطبيق، هو واحد الموقع، هو اي حاجة كتمكن لك انك تبدل الموقع الجغرافي ديالك. بكل بساطة هذا هو الفي بي ان. فمثلا دابا انا ساكن في المغرب، دابا ملي غادي نخدم الفي بي ان ما غاديش نبقى ساكن في المغرب. هو انا ساكن في المغرب ولكن هذاك الجهاز اللي شدنا ما بقاش ساكن في المغرب، وبطبيعة الحال يعني السوشيال ميديا اولا اش كيسميوها المواقع الافتراضيه اولا الانترنت، راه انت راه ماشي هو انت، راه انت هو داك التليفون اللي شاد في يديك. هادي باش تكونوا عارفينها. ما عليناش، دابا كيف ما قلت لكم كتبدل الموقع الجغرافي ديالك. ملي كتبدل الموقع الجغرافي ديالك فراك هنايا استخدمتي الفي بي ان. هذا هو الفي بي ان بكل بساطه. دابا غادي ندوزو لكيفاش كيخدموا هذا الفي بي ان هذا. بكل بساطه نتمنى نعرفكم بعدا واحد الحاجه بالنسبه لليوتيوب. بالنسبه لليوتيوب المحتوى العربي، اولا الا كنتي ساكن في دوله عربيه من غير السعوديه ولا الكويت ولا قطر ولا هذوك الدول اللي فيهم البترول غير ذلك، ودوك الناس اللي لاباس عليهم وداك الشيء، فهذوك راه تيكون الار بي ام ديالهم حتى هو طالع. فبالنسبه لهاد الدول العربيه الاخرين فالار بي ام ديالهم ميت وطايح. مثلا غادي ندويو على المغرب ولا مصر. المغرب الار بي ام ديالو كيوصل حتى 0.80 0.90، المهم بحال هكا تيبقى تيفاري بين يعني المجال ديالو تيفاري بين يعني محصور ما بين 80 0.80 و 0.95، يعني ما كيوصلش واحد الدولار. بالنسبه للدول الاخرين فيعني مثلا الجزائر ضعيف بزاف على ديال المغرب. فما عليناش، ماشي الموضوع ديالنا هذا. فمني انت دابا مثلا راك في دولة عربية، والدول ندوز دابا للدول الاوروبية او للدول الاجنبية. بالنسبة للدول الاجنبية في الار بي ام ديالهم كيفاش تيكون طالع؟ كاين شي دول كاع وصل الار بي ام ديالهم واحد الارقام اللي هما كبار، فهمتي؟ فهذوك الارقام الكبار هما علاش يبحثوا لصحاب الفي بي ان. دابا غادي ندوزو لكيفاش كيستخدموا الفي بي ان. كيفاش كيستخدموا؟ كيصاوب واحد الجروبات ديال الواتساب اولا جروبات تيليجرام اولا المهم ايتها بلاصه كتصاوب فيها الجروب، كيصاوبوا فيها جروب فيسبوك انستغرام لا عفوا ماشي انستغرام، واتساب تيليجرام الى غير ذلك. هادو كاملين مواقع كيصاوبوا فيهم الجروبات. ملي كتصاوب جروب كتجمع واحد 20 بيرسون اولا واحد 30 اولا 40 حتى 100 بيرسون كاع، كيديروا واحد النظام لهذاك الجروب، يعني كيمشيو بواحد السيستيم تيتفقوا عليه كاملين. فدابا ملي كتجيك المشاهده هما كيتفقوا، ملي كتجيك المشاهده من برا من يعني من الدول الاوروبيه الدول الاجنبيه كيف ما قلت لكم الدول الاوروبيه ولا المهم الدول الاجنبيه، فملي كيتفرج ملي كتواصلوا ملي كتفقوا انكم تتفرجوا، يعني كتبدلوا الموقع الجغرافي كيف ما قلت لكم بالفي بي ان، كتبدلوا الموقع الجغرافي، كديروا دوك الدول يعني دوك الدول اللي هما عندهم الار بي ام طالع، وكتتفقوا انكم تبداو تفرجوا لرؤوسكم. يعني ماشي انت اللي كتفرج لراسك، هما كيتفرجوا لراسهم. حتى الا تفرجتي لراسك يعني غادي تضر القناه ديالك بشكل نيت مباشر معيق مع البلاصه، فهمتوا؟ يعني ملي كيتفقوا انهم يبداو واحد يتفرج الاخر صافي، هنا كيبقاو ينوضوا المشاهدات من الدول اللي هما عندهم الار بي ام طالع، وهنا كيطلع الار بي ام. ناهيك عن النقرات، يعني النقرات على الاعلانات هادو بلا ما ندويو عليهم عاوتاني، راه كاينين النقرات اللي يعني فيهم الارقام كبار يعني في الدولار. مثلا الناس ديال التداول او الناس ديال بيع السيارات او الناس ديال
المهم اي حاجه كتباع غاليه، حتى الالكترونيك كاين البيسيات كاين، المهم اي حاجه غاليه فهذوك الاعلانات اللي كيكونوا طالعين تما النقرات ديالهم كيكونوا طالعين، يعني نقراو حضاره تساوي 100 دولار 20 30 الى غير ذلك. فهما كيتفقوا انهم يبقاو يتناقروا بيناتهم، سميتو يتناقروا بيناتهم بعد المعنى هذا يتناقروا بيناتهم، يعني انا نقرا لك في الاعلانات وانت نقرا ليها في الاعلانات، هذا هو الاتفاق اللي كيديروا. فمن كيديروا هذا الشيء الار بي ام كيطلع والنقرات حتى هما كيطلعوا، يعني كيتحسب لك يعني الارباح كتكون عندك طالعه. ولكن الخطير في الامر هو يعني هذه القناه هذه اللي كتستعمل في بي ان، فاليوتيوب مباشره كيعيق بها. علاش وكيفاش؟ فدابا تخيل معايا انت عندك الار بي ام واصل 20 دولار ولا 30 دولار وانت هي كتجيب ليا غير 30 فيو 40 فيو، فين هنا يعني هنايا ما كاينش اللوجيك، يعني هاد الطريقه اللي استخدمتي انت فيها شي حاجه ما هياش يعني انورمال. فمن هنايا كيعيق بك اليوتيوب مباشره ودع ليا الادسنس ديالك، ولا وديتي الادسنس خصك معلومات جداد وخصك روينك حلا ديال بصح باش انك تعاوتاني تقيد في الادسنس الى غير ذلك. فهنا كتكمل الخطوره ديال هذا الفي بي ان هذا، والله يسمح لشي ناس اللي شارحينه ومغاربه هادو، وكنقصد نيت انا كنقصد واحد المغربي ما نقدرش نقول لكم، المهم واحد المغربي شارح هذا الشيء هذا وداير في الفيديو ديالو دقائق معدودات باش انه يدخل الفلوس من هذاك الفيديو، وشرح لكم الفي بي ان وقال لكم ها كيفاش وكيفاش وكيفاش وكيفاش، وهو شخصيا اقسم بالله ما يكون كيستعمل هذا الفي بي ان هذا. وتخيل معايا دابا نتوما باللوجيك، دابا غير بالعقل، دابا الا كان هو كيدخل هذوك الفلوس الصحيحه من الفي بي ان، علاش الاخوان غادي يجي هو غادي يبدا يشرح وغادي يبدا يضرب تماره في المونتاج والتصويره والمينياتور اللي هي التصويره والعنوان والكلمات والروينه الكحله باش انه يدخل واحد الدولارات معدوده من هذاك الفيديو؟ علاش اخويا انا ما نمشيش للفي بي ان وندخل منه الصرف ونمشي نرتاح بحالي؟ علاش كاع انا غادي نشرح للناس هذا الفي بي ان هذا اصلا؟ فهمتوني الاخوان؟ ايوا انا اللي بغى يفهم يفهم. دابا ندوزو واش حلال ولا حرام اخوان، هذا راه حاجه باينه الاخوان، راه حشومه. تخيل معايا انا عندي صندوق طماطيشه مباشر يتباع لي في السوق، ماشي ما بغاش يتباع ليا انا، السوق بعيد عليا بار اكزومبل، ماشي ما بغاش يتباع ليا، هو غيتباع ولكن السوق بعيد عليا. فانا عوض ما نمشي انا للسوق غادي ندير واحد الاعلان في اليوتيوب باش الناس يجيو لعندي، يجيو حتى للبلاصه عندي، ولا نوصل ليهم انايا سميتو ديالو السلعه ديالو اللي هي كيلو طماطيشه ولا جوج كيلو ولا المهم اللي بغى. فانا كندير اعلان، ملي كندير الاخوان هذا الاعلان هذا شنو كنتسنى؟ كنتسنى ناس تجي تشري عندي، وراني مخلص انا اصلا هذا الاعلان هذا، باش ما تقولوش راه داك الشيء فابور، انا مخلص هذا الاعلان هذا ودافع عليه فلوس، وكنتسنى ان الناس يكليكوا على داك الاعلان ويدخلوا يشريوا عندي ماطيشه اللي انا عارضه عليهم في داك الاعلان. فهذوك صحاب الفي بي ان شوفوا شنو كيديروا، كيمشيو كيكليكوا على الاعلان وما كيشريوش. تخيل معايا كيكليكي على الاعلان وما كيشريش، وهذاك مول الاعلان هو اللي كيخلص داكشي داك الكليك وهذاك الشيء، فهمتوني؟ ابار الكليك غير الخلاص على الظهور، يعني الظهور ديال الاعلان، ابار الكليك خليونا من الكليك، يعني يقدر كاع يكون دايرين نمره ولا شي حاجه. فهنايا داك الاعلان نقولوا عليه راه ما قضينا به والو، يعني خلصنا حنا الاعلان صدقنا غير خاسرين، ما شرا عندنا بنادم، ما درنا حتى شي لعبه. والسبب شكون؟ هما اصحاب الفي بي ان. فانا الاخوان هاد الفلوس اللي كتدخلوا من الفي بي ان راه حرام وحشومه كاع، احترموا شويه دوك المعلنين المساكن اللي هما كيديروا الاعلان باش انهم يربحوا حتى هما ويجوا عندهم الناس يشريوا الى غير ذلك. فانتوما كبقاو غير تنقروا وما كتشريوا حتى شي حاجه، سمحوا لي كاين شويه الصداع ما عليناش. فراه حشومه هادشي هذا وحرام، وانا بعدا في نظري وباللوجيك بالعقل راه حرام هاد الفلوس هاد اللي كتدخلوا الناس. او هاد الشركه ديال اليوتيوب شنو دارت لك اسيدي انت نشر فيديوهات ديالك وخلي الناس تدخل على خطره وتشوف الاعلان، بغات تشري تبارك الله، ما بغات تشري تمشي بحالها. المهم اللي عليك انت هو صايبتي داك الفيديو واستقطبتي الناس اللي عندك، شافوا الاعلان شراو، هي هذيك ما شراوش، صافي الله يعاونهم. شي اللي كاين فهادشي اللي كاين الاخوان، سمحوا لي طولت عليكم، اتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وتستافدوا منه وتهلاو.